ايش الفرق بين الام بي اي والاكزيكتيف ام بي اي او الماجستير اداره الاعمال وماجستير اداره الاعمال التنفيذي؟ بذكر بس شغلتين. اولا من الاسم ماجستير اداره الاعمال التنفيذي للتنفيذيين، يعني شلون؟ يعني لازم تبقى مدير، لازم تكون مدير عندك يعني، او ادرت ناس عندك يعني خبره بسنوات علشان تلتحق بالبرنامج. طبعا حنا مثلا انا بحكم اني درست انا ماجستير اداره اعمال والتنفيذي الام بي اي والاكزكتيف ام بي اي، احنا في الاكزكتيف ام بي اي نطلب 8 سنوات خبره عمل، اقلها 3 سنوات ك يعني عمل اداري، يعني عندك managerial experience. بالنسبه طبعا للماجستير اداره الاعمال في بعد يطلب خبره الان، بس طبعا مش عدد السنوات زي الاكزيكتيف. طبعا في الاكزيكتيف يعني انت نتكلم اقل شيء 8 سنوات عندنا يعني وطالع، يعني في ناس حتى جونا مثلا على 20 سنه فهذه فرق أساسي في الموضوع. الفرق الثاني إن الـ MBA بشكل عام الجدول عندك الفصل الدراسي مثل باقي المواد، تجي تحضر كم مرتين غالباً بالأسبوع ومحاضرات من القبيل. أما الـ Executive MBA أو ماجستير إدارة أعمال التنفيذي لا، ما يجتمعون إلا كل أسبوعين يومين أثناء الويكند غالباً خميس وجمعة بس فول دي، فمضغوط ضغط ما هو بسيط. فيعني اللي أنت تأخذه في فصل هم يأخذونه في فترة أقصر بكثير، فمضغوط لكن مضغوط باليوم، تاخذ المحاضره تمشي هم يجلسون يوم كامل. فعشان كذا فالفرق فيها فروقات يعني، رغم انك كمحتوى بشكل عام يعني متساوي تقريبا، بس في طبعا بعد في اختلافات على نوع، يعني في بعض الاختلافات يومنا، لكن الاساسيات اللي ذكرتها موضوع الخبره والعمل الداري المانجريال اكسبيرينس بالإضافة إلى موضوع الضغط والوقت يختلف تماماً عن الماجستير العادي. وسلام عليكم.